من العناصر المميزة إلى حد كبير لهذا البرنامج فكرة إن إحنا بنعرض على حضراتكم كل يوم تقارير ليها علاقة بتمارين رياضية. يمكن في ناس كتير ما عندهمش لا الوقت ولا الإمكانيات ولا حتى الوعي إن هم يروحوا لصلاة الجيم أو يروحوا في نوادي معينة، لكن في البيوت في ناس كتيرة محتاجة إن هي تمارس الرياضة ومش عارفة تبتدي منين ومش عارفة إيه الصح اللي لازم يتعمل. فالحقيقة إحنا بنتوجه بالشكر للكابتن أحمد عوض إن هو بيعرفنا كل يوم من خلال هذه التقارير على مجموعات جديدة من التمرينات. تعالوا نتعرف معاكم على تمرينات جديدة مع كابتن أحمد عوض، اتفضل. صباح السعادة، صباح الأمل عليك. النهاردة هنتكلم في موضوعين مهمين جدا للكيسز، سبيشال كيسز أو الحالات الخاصة. الحالات الخاصة اللي زي إيه؟ زي مريض الضغط عامة. في نوعين من الضغط، ضغط واطي وضغط عالي. مريض الضغط الواطي ده بالنسبة لي مريح جدا ومفيد جدا بالنسبة له التمرين، وينفع يتمرن بكل طرق التمرين. عنده مشكلة بسيطة قوي ودي المهمة بالنسبة لي، إن مريض الضغط بيخاف منها بتاع مريض الضغط الواطي الأول. العالي ده كارثة وهنتكلم فيه لأنه مهم جدا يعرف المعلومات دي. مريض الضغط الواطي عنده مشكله انه لما بيوطي او بيعمل اي تمرين في راسه توطي لتحت، ينزل لتحت ويطلع، بيحس ان هو دايخ ويعني مزغلله ومش شايف. ده عادي جدا نتيجه ان هو اصلا بيحصل له خلل في الحته دي. فمفيش مشكله ان انا كمدرب او ان انا كواحد عندي ضغط واطي ان لما اجي اقوم من على الارض او اجي ارفع راسي من جهاز مثلا او انا موطي او اقوم واطلع على الارض مره واحده، اخلي بالي ان لازم يكون جنبي حاجه واعمل اتزان لنفسي واثبت 5 ثواني بالظبط اتنفس كويس، هرجع طبيعي جدا وما عنديش اي مشكله. يبقى في حاله واحده بس لو انا بوطي واقوم، ده الضغط الواطي، هو دي المشكله اللي بتقابله بس في التمرين. لكن اي تمرين بالنسبه له في الدنيا كلها ينفع يتمرنه طول ما هو قادر يتمرنه في نفس الليفل بتاعه، اوكي. المشكله الاكبر بقى في الضغط العالي. الضغط العالي ما ينفعش يعمل حاجه اسمها انترفل تريننج، اللي هو تمرين تصاعدي تنازلي، يعني ما عملش مجهود جامد، يعني ما جريش جامد قوي 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 واقف براحته، ما ينفعش. لازم الكيرف بتاع التمرين بتاعه يطلع بالراحه وينزل بالراحه. على سبيل المثال ودي حاجات مهمه بالنسبه لي قوي، التنفس في التمرين، الميه في التمرين، ما ينفعش ياخد الدواء قبل التمرين بشاطه، لازم يكون واخده على مدار اليوم بتاعه بعيد عن التمرين بساعتين عشان يتاكد ان جسمه تخلص من الدواء ده ودخل في الدوره الدمويه بتاعته بطريقه بسيطه ما يبقاش مضاعف. في التمرين بتاعته مثلا لو انا بتمرن، لازم اتمرن كويس قوي وما اعملش سوبر سيت اللي هي التمرينه المشهوره في الجيم اللي هي اخد 15 عده مع عضله ثانيه، دي اسمها سوبر سيت. دي بترفع ضخ الدم عالي جدا وهو اوريدي ضخ الدم في جسمه عالي، ما ينفعش. المفيد بالنسبه له التنفس اثناء التمرين يكون بالراحه، يعني هخش التمرين بتاعتي بالراحه، مفيش سرعه في التمرين. خلص 15 عده، البريك بتاعه لمده دقيقه، ياخد راحه، يشرب ميه، ياخد نفسه لمده دقيقه كامله. ما ينفعش يخلص ويقوم يعمل تمرين تاني، لا. ده المفيد بالنسبه للضغط العالي، ما ينفعش يزود عن ده. يعني مفيش حاجه اسمها اعمل تمرين في التمرين عشان اجيب نتيجه، لا، حضرتك مش هتجيب نتيجه وانت مصاب. مش هتجيب نتيجه لما يجي لك جلطه في القلب. لا، انت هتجيب نتيجه طول ما انت سليم. وتعمل حاجة المسموح بيها للكيس بتاعتك أو للحالة بتاعتك. أنت عندك ضغط عالي فلازم أحترم الموضوع ده، لازم أخد دواء، ولازم كل شهر أتابع مع الدكتور بتاعي إن جرعة الدواء ممكن تقل نتيجة إن في تحسن في الدورة الدموية. هنعرف بقى الضغط العالي ده يتمرن إزاي على المشاية دلوقتي، أو إزاي يطلع يعمل كارديو ماشين أو أجهزة حاجة فيها كارديو أو تنفس عالي، جري، إلكتريكال، عجلة، أيا كان، إزاي يستخدم الحاجة دي وازاي يمشي عليها صح من غير ما يجيله مشكله بسبب موضوع الضغط العالي. يلا بينا. هنا بقى هنعرف ازاي ابدا التمرين كواحد عنده ضغط عالي، ولو انا ما عنديش ضغط عالي بقى ممكن استخدم الاشياء اصلا في نهايه تعالج المشاكل اللي في جسمي. الضغط العالي لازم ابتدي التمرين امشي واحده واحده، وده مهم جدا. ابتدي مثلا سبيد 4، ده بالنسبه لمجهود اي حد طبيعي يقدر يمشي سبيد 4. في حاجات مهمة بقى قوي في الموضوع ده، ان انا ازاي اعالج مشاكل في رجلي تحت ناتجة عن العادات الغلط، ان انا بقعد في المكتب فاتح رجلي او بحط رجلي على رجلي. في ناس بتمشي عوجة رجليها لجوه، لا، او فاتحة رجليها لبره. احاول بقدر الامكان طول ما انا ماشي بالراحة اخلي مشط رجليا لقدام. ده مش زي حاجات الاتيكيت كده، لان في الاتيكيت ان انت ازاي تمشي، لا، ده صحي ليك انت عشان تحافظ على عضلاتك والمفاصل بتاع جسمك عامه والعمود الفقري، ان انت تخلي مشيتك فيها اتزان، ما يبقاش فيها رجل مفتوحه، دي هتاثر على غضروف الركبه، وما كانش فيها رجل مقفوله لجوه عشان ما تاثرش على الغضروف الخارجي.
نخش بقى في مريض الضغط العالي. احنا دلوقتي دي مش دقيقه، هزود الليفل بقى. بعد كل دقيقه ابتدي ازود، خلاص عديت دقيقه هزود، هنخليها مثلا 5، زود السرعه شويه. ما ينفعش اطلع مره واحده ولا اعمل حاجه فيها انترفل خالص، يعني ما ينفعش اطلع بسبيد وانزل بالسبيد، لا زي ما انا طلعت زي ما انا نزلت. طب خلاص انا صحتي كويسه وبقالي كتير بتمرن، فممكن اجري لان لياقتي البدنيه اتحسنت، فممكن اجري. خلاص اوكي ابتدي اجري على المشايه، مش مشكله. جريت لمده 5 دقائق متصل وعايز انزل مع المشايه، ما ينفعش ادوس ستوب. قمه الخطوره لمريض الضغط العالي ان ادوس ستوب واقف، لازم اعمل حاجه اسمها كول داون. نفس عشان يبتدي ضخ الدم بتاعي ينزل واحده واحده، ما ينفعش يطلع وينزل. البني ادم الطبيعي العادي اللي عايز يعمل انترفل تريننج ممكن يعمل دقيقه على 9، مفيش مشكله خالص، ده اللي ما عندوش ضغط عالي. يجري دقيقه على 9 باقصى حاجه ما عندوش مشكله، وبعد كده يدوس 4 سرعه 4 ويمشي. ده اللي اسمه انترفل تريننج. ده ما ينفعش مع مريض الضغط العالي. لازم نركز قوي في الموضوع ده، لان ما ينفعش ان انا اجيب نتيجه طول ما انا عندي اصابه. والحالات اللي فيها الكيسز زي السكر زي الضغط زي الكلام ده كله ليهم برامج خاصه، فنركز في النقطه دي عشان نحافظ على صحتنا. ربنا يحفظكم جميعا مع معلومه مفيده الحلقه اللي جايه ان شاء الله. شكرا كابتن احمد، ويمكن احنا الاسبوع ده او القادم ان شاء الله هيبقى معانا تقرير، وانا وكريم هنبقى مع كابتن احمد في الجيم وهنصور واحنا بنتمرن، كريم هيتمرن. انت هتصوري وانت بتتمرني، انا هتصور وانا بتوفى. ان شاء الله يعجبكم التقرير باذن الرحمن. الله.